ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الصحفي إيهاب ريمو. إيهاب، مساء الخير، ما الجديد الذي يمكن أن نعرفه فيما يتعلق بما حدث بشارع الاستقلال؟ نتحدث عن احتمال بأنه يكون حزب العمال الكردستاني أو تنظيم داعش طبعا. أي معلومات متوفرة وما الأحاديث حتى التي يتم الحديث عنها؟ مساء الخير ميسون ولجميع مشاهدين التلفزيون الآن. بالحقيقة التفجير الإرهابي اللي نفذه انتحاري وقع بالساعة 10:55 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة اسطنبول بمنطقة تقسيم أمام مبنى قائم مقام منطقة بيأوغلو المتواجد بشارع الاستقلال وسط العاصمة الاقتصادية لتركيا. ولحد الآن لم تتبنى أي جهة العمل الإرهابي. ميسون، من ناحية السلطات التركية، أعلن وزير الصحة التركي محمد مؤذن أوغلو في تصريح صحفي أنه التفجير الإرهابي أثر عن مقتل 5 أشخاص أتراك مع منفذ الهجوم وإصابة 36 شخص من بيناتهم 12 شخص بيحملوا جنسيات مختلفة، من بين هالجنسيات شخص يحمل الجنسية الكويتية، وجود شخصين حاليا في حالة خطيرة. ميسون، قوات الأمن التركي حاليا عم تقوم بالتحقيقات حول العمل الإرهابي وفرض نوع من حظر التجول بمكان التفجير لساعات قليلة لحتى يأمنوا المكان للمواطنين. أصابع الاتهام بتشير أنه الأولية أنه داعش أو الأتراك هنن وراء العمل الإرهابي. ميسون، العملية الإرهابية اليوم إجت بعد أسبوع من التفجيرات اللي استهدفت ميدان كرازلي بأنقرة يلي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى واللي تبنته منظمة البيكيكي الإرهابية. بالرغم من التجهيزات الأمنية يلي فرضتها تركيا على حدودها، خصوصا أنه قريبة على تجمعات إرهابية عديدة مثل البيكيكي وغيرها من التنظيمات الإرهابية، لكن أصابع الإرهاب عم توصل لتركيا. طيب طيب إيهاب، في اليوم الإجراءات الأمنية ما زالت حتى هذه اللحظة، كيف هي الأجواء؟ يعني مشددة جدا إن كان بشارع الاستقلال باسطنبول أو بأي أماكن أخرى باسطنبول. هلأ في فرض حظر تجول بشارع الاستقلال باسطنبول، ممنوع الاقتراب لحتى قوات الأمن تخلص التحقيقات الأولية. كمان في السوريين عم بيتعرضوا لاعتقالات من قبل قوات الأمن التركية بالتحقيقات، يعني اللي عم يجروها، يعني ممكن يخشى بأن يكونوا من ضمن المتهمين مشتبه بهم؟ غير مشتبه، ولكن في حملة اعتقال، يعني عم الأمن التركي عم بيفوت على البيوت باسطنبول بياخذ مثل إحصاء أو للسوريين الموجودين. طيب، خوفا يعني ربما أنه يكونوا من داعش أو آتيين تابعين من سوريا، تابعين لبعض الجماعات الإرهابية. على أي حال ستتوضح كل هذه التساؤلات وسنكون معك دائما لأي جديد. مراسلنا من اسطنبول إيهاب ريمو، شكرا لك.